السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أيمن الشوادفي معاكم في الحلقة الخامسة من سلسلة شرح CCNA Service Provider SPNGN1 اللي بنتابعها مع بعض زي ما انتم عارفين وحافظين. والله يا باشمهندس حفظنا، مفيش مشكلة، احفظوا أكتر وأكتر يا شباب على جروب اول سيسكو لابس والتشانل على اليوتيوب نتورك سيت، وكذلك على الجروب والتشانل والبيج الخاصين بي انا بيرسونالي على كونفيجر بلوج. طيب نرجع للبرزنتيشن. المره اللي فاتت كنا فوتنا سلايد واحده من او اتنين سلايدز تحديدا من السلايد اللي فاتت، كانت بتتكلم على الاي بي فيرجن 6. الحقيقه مش هطول النفس قوي في الاي بي فيرجن 6 والتقدمه ليه وتاريخه وليه وشمعنا وامتى وبدا ازاي والتعديلات اللي حصلت. يعني انصحكم بسلسله مفيدة جدا بإذن الله هتفيدكم، موجودة على نتورك سيت بتتكلم على الـ IP version 6. لكن هحاول ان انا بتتكلم بالتفصيل طبعا، وكمان في سلسلة بالانجلش لشركة INE على ما اتذكر، لا CBT Nuggets I'm not sure، لكن في سلسلة كنت قابلتها بتشرح اي بي فيرجن 6 بس with very good details. يعني انتوا عارفين الشروحات بتبقى الى حد كبير بروفيشنال يعني. فانا مش هطول نفسي قوي في الموضوع دوت، لان انا يعني الموضوع هنا مش واخد حيز كبير، لكن باختصار اي بي جديد حجمه اكبر عشان يدينا ادرس سبيس اكبر، كميه ادرس زياده. الادرس اللي فات اللي هو اي بي فيرجن 4 كان 32 بت، كان عدد البت عدد الادرسز كانت توتالي حوالي 4 مليار كده وشويه فكه. الاعداد دي خلصت خلاص، عدد اليوزرز استهلك كل الكلام ده، عشان كده بداوا يفكروا في اي بي فيرجن 6. طبعا كانوا عملوا شويه حلول كده مؤقته، فكره البرايفت اي بيز، ثم فكره النات. هنتعرف يعني ايه برايفت، هنعرف يعني ايه نات، هنشوف الكلام ده برضه لسه جاي في الكورس. لازم افكرك تاني، احنا في اول الكورس، الكورس مليان ديتيلز، احنا لسه بنتعرف كده بنفتح الكلام. لكن المنهج الحمد لله اللي احنا شغالين عليه دلوقتي منهج غني جدا، وهنشوف فيه حاجات كتير يعني، فما تقلقوش. لكن كان الحل الدائم بدل الحلول المؤقته اللي كانوا بيعملوها الاي بي فيرجن 4 ان هم يعملوا اي بي فيرجن 6 حجمه كبير شويه. حجمه زي ما قلنا هو 128 بت، بيتكتب بالهكسا ديسيمال لانه كان صعب يكتبوه حتى بالديسيمال. 128 بت ده رقم كبير قوي. الهكسا ديسيمال المفروض ان انت عارف ان كل بت في الهكسا دي تساوي 4 بت، يعني التلاتة دي ما هياش تلاتة، التلاتة ديت هي ايه؟ 0 0 1 1. الاف دي ما هياش اف، الاف دي في الحقيقة هي 1 1 1 1 وهكذا. لو حتى كتبته بالفورمات اللي هو مطلوب منك دوت بالهكسا ديسيمال وكل أربعة بالهكسا فصلت ما بينهم بالكولون، ده برضه هيبقى طويل شوية، فبدأ يحط شوية وسائل مساعدة انها تساعدك في كتابه الادرس. اول ملحوظه هنا بيقول لي كيس ان سنستيف فور هكسا ديسيمال، يعني مش هتفرق اذا كتبت الاي كابيتال ولا اي سمول، هو البي سي كده كده هيفهمها. الملحوظه الثانيه ان الليدنج زيروز ان ا فيلد ار اوبشنال، يعني ايه؟ يعني شوف الخانه دي ازاي، الخانه دي مكتوبه كده ثلاث ارقام بس، لا في الحقيقه الخانه دي هي مش ثلاث ارقام، هي كان المفروض تبقى اربع ارقام، كان في زيرو على الشمال. ليدنج زيرو يعني الزيرو اللي على الشمال، فبيقول لك ان الزيرو اللي على الشمال تقدر تحذفه، ده حتى لو كانوا اربع اصفار ممكن تشيلهم كلهم وتحط مكانهم ايه؟ صفر واحد زي ما انت شايف كده، فده بيسميه ليدنج زيرو. طيب سكسيسيف فيلدز اوف زيرو كان بي ريبريزنتيتد از ا دبل كولون، يعني ايه؟ يعني لو عندي كذا فيلد ورا بعض فيهم زيرو زي التو فيلدز دول، ممكن اشيلهم خالص واحط بس دبل كولونز كده. طب هو هيعرف منين يا باشمهندس ان هنا، يعني شايف المنظر اللي احنا وصلنا له ده، شايف المنظر ده كده ماشي، هو كان عنده هنا زيرو زيرو زيرو، شال الخانتين دول خالص وحط مكانهم الدبل كولون ده ماشي، ده ما شالوش، ده حط مكانه زيرو بس. طيب قول لي هو هيعرف منين ان هنا كان في خانتين مش ثلاثه؟
سهلة، ما احنا اتفقنا التوتال نمبر ان هم 8 خانات، لقى عنده في 6 وفي هنا نقطتين بالمنظر ده، يبقى ناقصه 2، كل واحدة من الاتنين دي 0. لا في الحقيقة كل واحدة من الاتنين دي 4 0. لا في الحقيقة هم 4 0 بالهكسة، وكل 0 بالهكسة يناظر بالباينري 4 0. يعني من الآخر النقطتين دول يمثلوا بالباينري 16 بت زيروز، مش مقفولة على 2. يعني لو حتى كان عندك 3 خانات، لو عندك 4 خانات، بشرط ان كلهم يبقوا اصفار تقدر تحذفهم، تحط مكانهم دبل كولون. لكن ما ينفعش تكرر موضوع الدبل كولون ده مرتين، يعني المنظر ده خطأ، هو كاتب ده incorrect. ليه ده incorrect؟ لان هو السيستم اللي بيقرا الادرس ده هو هيعد، لا عنده 5 خانات، 1 2 3 4 5، يبقى ناقصه 3 خانات يبقى اصفار. طب ايش عرفه؟ هو هنا في خانه وهنا خانتين، ولا هنا خانتين وهنا خانه؟ عشان كده ده not accepted، ده wrong address، ده مش address خالص، ده مكتوب غلط. طيب شوف هنا عنده عدد كبير قوي من الزيروز قدر يشيله وحط بداله 2 كولون، لا بأس مفيش مشكلة خالص، حتى لو كل ده زيروز و1 بس حط كده، ده برضه صح. يعني شايف حتى البتاع دوت، لا ده اللي أعجب من كده ده 0 0 0 0، شايف النقطتين الصغننين دول؟ دول IP version 6 address، اللي هم فاكر وانت بتكتب static root 000، ايه يا عم ما خدناش الكلام ده، في ناس اخدته في ناس ما اخدتوش، والناس اللي ما اخدتوش هتاخده معانا ان شاء الله، ال static default root بتاع ال IP version 4. لكن اللي انا عاوز اقوله لك انه ممكن يكون في IP address كله صفار كده وله فايدة، وهنتعرف على فايدته للي ما يعرفهاش، وينفع تمثل كل الاصفار ده بالمنظر ده، يجوز مفيش اي مشكلة خالص. السلايد الثانيه في الاي بي فيرجن 6 هتتكلم عن اليوني كاست والمالتي كاست، الحقيقه احلى من كده، وانت هتعرف وتتاكد انها احلى من كده السلايد الجديده بقى اللي هي رقم 3 اللي هي دي مانجنج اي بي ادريسنج، هتلاقي ديتيلز جميله قوي في موضوع اليوني كاست والمالتي كاست بتاع الاي بي فيرجن 6. ده الاوبجكتيفز انتوا اكيد هتقدروا تبصوا عليها. تعالى ناخد اجازه دقايق من الاي بي فيرجن 6 ونرجع للاي بي فيرجن 4، نتعرف على بعض الحاجات اللي ما كانتش اتغطت لسه. زي ما انت شايف قدامك كده في تقسيمه بيتقسم بيها الاي بي فيرجن 4 لكلاسز، كلاس A B C D E، كل كلاس من دول له حاجه بتميزه. اظن حضرتك فاكر كويس ان الاي بي فيرجن 4 ده حاجه عباره عن 32 بت، واظن برضو ان حضرتك فاكر ان في دايما جزء من الاي بي ادرس زي ما شفت المره اللي فاتت يمثل النتورك، وفي دايما جزء يمثل الهوست. طيب السلايد اللي قدامي دي بتديني معلومتين في الحقيقه، المعلومه الاولانيه تقسيمه الكلاسز، كلاس A من عباره عن ايه، كلاس B عباره عن ايه، كلاس سي دي اي كل واحده منهم عباره عن ايه. المعلومه الثانيه بقى ايه اللي هيترتب على ان الاي بي ده كلاس ايه، وايه اللي هيترتب على ان الاي بي كلاس بي وسي ودي و. طيب خلينا الاول اشوف ايه اللي هيترتب على ان الاي بي كلاس ايه. لا ايه اللي هيترتب، لا مش ده الاول، الاول اقول لك هو انت تعرف ازاي الاي بي كلاس ايه. الاي بي كلاس ايه تعلمه ازاي؟ اول بت فيه بزيرو. باشمهندس ما هو انا ما بشوفش اساسا اول بت ده، انا بشوفه كده مكتوب حضرتك بالايه؟ بالدسمل، بلاقي حاجه كده مكتوبه 10 1 5 13. لا خليني اكتبها لك، ده برضو من الخواص الجميله بتاعت البرنامج، انا ممكن اقول 10 1 5 13. فين بقى يا باشمهندس اول بت اللي انا هبص عليها اشوفها بزيرو ولا مش بزيرو؟ هقول لك اول بت هي موجوده في العشرة دي، لما تيجي نحول العشرة دي من باينري تو ديسيمال، اتفقنا من اسف من ديسيمال تو باينري، اتفقنا ان كل اوكتت من الاربعه اوكتت من الاربع قيم اللي قصادك دول في الحقيقه هو 8 بت. طب لو انا عايز احول العشرة الى باينري في 8 بت، افتكر ها 0 0 0 0 1 0 1 0، صح؟ مين فاكر ازاي؟ ها
اهي اول خانة دي تناظر واحد، تاني خانة دي تناظر اتنين، اللي بعدها تناظر اربعة، اللي بعدها تناظر تمانية، 16، 32، 64، 128. طب انا معايا 10، العشرة عبارة عن مجموع ايه وايه يا باشمهندس؟ العشرة عبارة عن مجموع اتنين وتمانية، دول العشرة، فدول اللي هعملهم بوان والباقي هعمله بأصفار. فين اول بت في الادرس؟ هي دي. طب بزيرو؟ اه بزيرو، يبقى الاي بي ده ايه؟ كلاس ايه، صحيح؟ صحيح. طب هو انا معقول يا باشمهندس كل مره هبص على اي بي ادرس هقعد افصصه كده واحوله عشان اعرف ان كان كلاس ايه ولا بي ولا سي؟ طب يا سيدي ايه رايك لو حفظتهم لك؟ يعني انت كده فهمتهم كويس، انت كده فهمت الفكره. تعال نحفظهم بقى. نحفظهم ازاي؟ اكيد في رينج من الى، صح؟ طيب بس في الحالتين في رقم ثابت في الرينج اللي هو رقم اول بتايه بزيرو. طيب اول قيمه في الرينج هي انك تخلي كل الاكس ده، شايف الاكسات دي، اعرف الرينج بان انا الاول مره اخلي الاكسات دي كلها بزيروس وبعد كده اخلي الاكسات دي كلها بوان. ايه رايك؟ مش دي طريقه اجيب بيها الرينج؟ يبقى هقول 0 وبعدين السبعة اكس بقى 1 2 3 4 5 6 7، التوتال النتيجه ايه؟ 0، صحيح؟ طيب في 0 في الاول هنا ثابت، ما هواش اكس، ده دوت البارامتر اللي بيميز كلاس اي، لكن مين اللي اقدر احولهم وانز؟ صح؟ دول 7 وانز بقى اللي هم الاكسات. ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده صح ولا لا؟ طب دوت يناظر كام ديسيمال يا باشمهندس؟ مين هيقول لي يا شباب؟ اقول لك انا يا عم، سهله. انت تجمع 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16. اه والله ملاش حل غير كده، زي ما بقول لك كده بالظبط. ملاش حل غير كده انك تقعد تجمع في كل ده، فعلا دي الحقيقه. لو جمعت كل دوت خليني اسهلها عليك، انا بقول لك هو 127. ده معناه ان كلاس A الرينج بتاعه من 0 الى 127. طيب يضايقك يعني لو خصمت منك واحد من الاول وواحد من الاخر؟ يعني قلت انا قلت لك ان كلاس 0 من 1 الى 126، يعني خليك كريم معايا، مش هتزعل مني لو خصمت منك واحد من الاول وواحد من الاخر. هو الحقيقه مش انا اللي هخصم منك، لكن دول ريزيرفد بالباي الايانا، كل حد من الاي بيز دي له استخدام معين ربما نتعرض له قدام، لكن من الاخر كلاس A بالحسبه بتاعتك كانت من 0 الى 127، لكن هو ال 0 محجوز لحاجه وال 127 محجوز لحاجه ثانيه. فنقول كلاس A اذا كان اول اوكتت فيه من 1 الى 126. بالنسبه لكلاس B يا باشمهندس، والله كلاس B اعلمه بايه؟ ان اول 2 بيتس 0 او 1 0 لو هنقراها من على الشمال، الصحيح ان احنا نقراها من على الشمال. طيب لو بدأت بقى انت عشان تجيب الرينج وعملت لي كل ده اصفار، هتلاقي ان اول قيمة عندك هي 128، اخر قيمة عندك لو عملت كله بونات هتلاقيها 191، وما تقلقش المرة دي مش هخصم منك اي حاجة. كلاس سي الامارة بتاعته ايه؟ مين عارف الامارة دي؟ كلمة مصري قوي، مش عارف ان كانت الشباب اللي بيسمعونا من بره مصر يعرفوها ولا لا. الامارة يعني العلامة، ماشي، الدليل يعني. كلاس سي 110 في الاول، لازم عشان يبقى كلاس سي لازم يبدا ب 110، وبعدين اي حاجه. لو جربت مره تخلي اي حاجه ديت بزيروز هتطلع لك 192، لو جربت تخليها كلها بوانز هتطلع لك ب 223. كلاس دي ده الاماره بتاعتها او العلامه بتاعتها. خليني اقول لك اذا حطيت الاكس ده بزيروز هتطلع 224، حطيت الاكس ده ب1 تطلع 240. كلاس اي من 241، على فكره مش 240، 239 إن شئت الدقة يعني، كويس؟ 224 إلى 239،
30. الرينج ده بقى كلاس ايه هو اللي هيبدأ عند 240، ولو كنت حطيتها بوانز يبقى 8 وان، انت اكيد حافظ انها ب255. معلش سامحني هخصم منك واحد كمان من هنا، يبقى نقول ان كلاس اي من 240 ل254. يبقى في واحد مخصوم منك في الاخر خالص، في واحد في الاول خالص الزيرو وال255، وفي واحد بس بعد كلاس اي مباشرة اللي هو 127. دول محجوزين لاشياء معينة هنتعرف عليها في وقتها. ده الرنجات. بالطريقة دي حضرتك هتقدر تميز ما بين كلاس اي وبي وسي ودي وبي. طيب باشمهندس ميزت وعرفت مين كلاس A ومين كلاس B، اي اي بي هيجي ابص على الاوكتت الاولاني منه لقيته في الرنجات اللي حضرتك قلت عليها، يبقى هبص على الاي بي لقيته مثلا يعني 172. طب 172 ده في انهي رينج؟ ده في رينج كلاس B، عشان B كانت من 128 الى 191، صحيح؟ طيب حددت الكلاس يا سيدي، وبعد كده اقول لك حددت الكلاس، النتيجة ان كل كلاس النتورك بتبقى جزء كلاس ايه مثلا، هتلاقي ان النتورك هي الهوست الاولاني، الاوكتت الاولاني، والهوست هو الاوكتت اللي بعد كده. ده معناه ايه؟ ده معناه انه لو انا عندي اي بي زي ده، خليني اكتبها لك احسن كده، 10 1 1 5 او 6، وعشرة 15 او 14 8 9، وحداشر 1 1 6. شايف 10 1 1 6 وحداشر 1 1 6 دول مع بعض في نفس النتورك؟ لا. عارف ليه؟ عشان انا لما اجي اقارن اي بي هات في كلاس ايه هبص على الاوكتت الاولاني بس. طيب 10 اي حاجه و10 اي حاجه مع بعض في نفس النتورك؟ اه يا باشمهندس مع بعض في نفس النتورك. طب الكلام ده بقى لو بصيت عليه في كلاس بي، بص لي بقى على الكلام ده، 172 16 3 2 و172 15 3 2 و172 16 1 111. مين مع مين في نفس النتورك؟ هتقولي التلاتة مع بعض، ما التلاتة بادئين ب 172، مش أنت من شوية لما كنت لقيت أي حد بادئ ب 10 قلتي ما مع بعض في نفس النتورك؟ أقول لك غلط. ليه؟ أصل ال 10 كانت كلاس A، فكلاس A ببص على الأوكتت الأولاني بس، لكن ال 172 في كلاس B، فمعناه إن أنا هبص على 2 أوكتتس. النتورك يا باشمهندس في كلاس بي عباره عن 2 اوكتت، حضرتك تحتاج تبص على الاوكتت الاولاني والاوكتت الثاني عشان تقرر ما اذا كانوا مع بعض في نفس النتورك ولا لا. فلما اجي ابص على 172 16 172 15 اقول لا، الراجل ده مش معاهم في نفس النتورك، الاولاني والاخير هم اللي مع بعض ايه في نفس النتورك. كلاس سي 3 كده بدأت ترخم. شوف 192 168 دوت 1 دوت 1 و192 دوت 168 دوت 3 دوت 2 و192 دوت 168 دوت 10 دوت 1. مين مع مين في نفس النتورك؟ الاقي واحد طيب يقول لي بص انا من شويه كنت بتقول 172 16 مع 172 16، يبقى الثلاثه دول مع بعض في نفس النتورك عشان 192 168. اقول لك يا باشمهندس حضرتك مش مركز. ليه بقى يا باشمهندس؟ لان 192 ده في رينج الكلاس سي. كلاس سي اصلا بتبدا من 192، ده اول رقم في الرينج، الى 223. عارف بقى انا مسحتهم بس انت كان المفروض تكون بتكتب ورايا، معرفش بقى انت بتكتب ولا ايه. انا زمان لما كنت بسمع فيديوز والله بجد كنت ببقى ماسك ورقه وقلم وبكتب، معرفش ان كان كل الناس بتحب تعمل كده ولا لا، لكن اعتقد الله اعلم انه حاجه مفيده يعني. لا انا قلت لحضرتك كلاس سي انا مش هبص بس على 2 اوكتت عشان اقرر هو مين مع مين في نفس النتورك، في الحقيقه كلاس سي انا هبص على 3 اوكتت.
3 اوكتت، الاقي المفاجأة ان مفيش ولا حد مع اي حد، الناس دي مفيش ولا واحد فيهم مع اخوه في نفس النتورك. تمام. طيب كلاس دي لو انت ملاحظ اصلا مش مقسمها لك نتورك وهوست، لان مش بيستخدم كلاس دي الاستخدام العادي اللي انت عارفه، ان انا عندي شبكه وعايز اوزع عليها اي بي هات وهشوف مين اي بي الشبكه ومين اي بي البرودكاست والاي بي هات اللي بتتحط على الاجهزه والكلام ده. لا، كلاس دي له استخدام مختلف اسمه المالتي كاست. بص، المالتي كاست ده موضوع كبير قوي، واعتقد هنتعرض ليه ان شاء الله لو كان في نصيب وشرحنا السي سي ان بي سيرفيس بروفايدر. لكن باختصار مالتي كاست معناها انه واحد عايز يبعت لمجموعه معينه لسبب معين، لان المجموعه دي بتشغل بروتوكول معين والداتا دي المفروض تروح لها. ففي ان انا بعمل لهم مالتي كاست ادرس خاص بيهم، لما ببعت الرساله وبحط ده المالتي كاست ادرس ده في الديستنيشن، المسج هتوصل للناس دي بعينها، مش هتوصل لاي حد تاني. خلي موضوع المالتي كاست ده هيجي له وقته، له تفاصيله مش هنتعرض ليها. في مالتي كاست ادرسز محجوزه، الايانا بتبقى حاجزاها لبروتوكولات معينه. لما نتعرض في الكورس للبروتوكولات هتعرف امثله. وفي مالتي كاست ادرسز انت تقدر تستخدمها انترنالي لو انت بتبلد مالتي كاست نتورك عندك. اقول لكم على مثال لموضوع المالتي كاست دوت، يعني انا لما سمعته اول مره من زمان في الحقيقه سهل عليا الفكره. عارف لو احنا عاملين فيديو كونفرنس، كويس، عندنا 5 6 فروع للشركه، في فرعين دلوقتي عاملين، عندنا 100 فرع للشركه، في فرعين دلوقتي عاملين فيديو كونفرنس مع المانجر في الاتش كيو في الهيد كوارتر. فالحقيقه الصوره بتاعه المانجر المفروض انها تتنقل للفرعين دول بس، مش يحصل لها برودكاست على كل الفروع. ايه الداعي ان الصوره تتنقل لكل الفروع مش كل الفروع مشاركه في الكونفرنس؟ الصوره بتاعه البرانش المفروض تروح للتو برانش، للبرانش الثاني والاتش كيو اللي مشاركين في الكونفرنس، مش مفروض انها تروح لكل الفروع. ده استخدام انا ممكن اكرييت حاجه اسمها مالتي كاست جروب، وابدا ان انا استفيد من فكره المالتي كاست في حاجه زي كده. احيانا التي في اوفر اي بي، انت بتوزع في مكان معين خدمه تلفزيون اون ديماند او تي في اون ديماند او حتى يعني وات ايفر، انت بتذيع قنوات تلفزيونيه على نتورك اي بي. ده معناها انه في واحد بس هو الترانسميتر انت، وكل الكاستمرز بتوعك هم ريسيفرز، او مجموعه معينه من الكاستمرز اللي هم مشتركين في الخدمه دي وبيدفعوا حقها، يدفعوا فلوسها. هنا ده احد تطبيقات المالتي كاست. زي ما قلت لك ده موضوع كبير وفيه تفاصيل كتير اكيد مش مكانه هنا. كلاس اي ده كلاس محجوز للاكسبيرمنتلز، للتجارب يعني. ما اعرفش تجارب ايه، بس هم بيقولوا ان هم حاجزينه للتجارب. دي مجموعه، وكويس انا من شويه كنت بقول لك الاي بي هات المحجوزه، كنت انا من شويه حجزت منك لو انت فاكر اي بي 0، حجزت منك ال 127 وحجزت منك ال 255. طيب هنا جه هو يقول لك هما مين الزيرو ومين دي الاي بي هات المحجوزه، الريزيرفد اي بي ادريسز، الاي بي هات المحجوزه اللي ما ينفعش اي جهاز كمبيوتر يستخدمها ولا حضرتك هتستخدمها غير استخدامات محدده جدا. تعالى كده نضرب نعرف ايه كل حاجه من دول معناه ايه. انا عارف ان بعضكم طبعا عنده خلفيه في النتورك، ومش دي مش اول مره هو يسمع فيها نتورك، عشان كده حاول تتقبل بعض المصطلحات اللي ممكن تحس ان هي عامله شويه لخبطه، بس حاول تتقبلها يعني. ايه رايك نتورك ادرس؟ ايه رايك لو فوتها؟ انا عارف ان في منكم دلوقتي جه على باله حاجه خليني افوتها لغرض مقصود.
تعالى اكلمك على اي بي زي ده 172 16 واحد واحد. انا المره اللي فاتت قلت لك ان الاي بي بالمنظر ده النهارده عرفت ان هو كلاس بي، وكلاس بي معناها اول خانتين هم النتورك وتاني خانتين هم الهوست. المره اللي فاتت قلت لك انه لو الخانات بتاعه الهوست مخلطه ما بين وحايد وصفار، مخلطه وحايد وصفار، يبقى الاي بي ده ينفع الهوست ياخده، ينفع البي سي ياخده، ينفع الانترفيس ياخده. لكن لو كلها اصفار زي ال 172 16 00 الاي بي ده ما ينفعش تحطه على البي سي. عارف ليه؟ ده يمثل الشبكه ككل، ده بنسميه النتورك اي دي. طيب لو الخانه بتاعت الهوست اللي هي مش خانه بقى المره دي خانتين عشان انا كلاس بي، لو الخانه بتاعت الهوست كلها وحايد ما زي دي كده، لا يا خفيف مش زي دي. ليه؟ انا لما اقول كلها وحايد اقصد وحايد بالباينري، وحايد بالباينري. لو كان الخانه دي 8 وحايد باينري كانت هتتكتب ازاي؟ 255. لكن الواحد ده في الحقيقه لو حولته باينري هتلاقيه واحد وجنب منه ايه؟ 7 اصفار. ما اوعى تتخدع بقى وتنسى ان الواحد ده في الحقيقه مش واحد، ده في الحقيقه هو واحد وجنب منه زي ما قلت لك ايه؟ 7 اصفار، لان الاي بي ادرس في الحقيقه هو عباره عن 32 بت. المنظر اللي احنا بنشوفه ده للتسهيل بس، مش ده الادرس الحقيقي، ده حاجه بس للتسهيل. فانا بقول لك ان هو لو كان فعلا الخانه بتاعه الهوست كلها وحايد كان المفروض الاي بي ادرس هيبقى شكله كده 172 16 دوت 255 دوت 255. الادرس اللي هو الخانه بتاعه الهوست كلها وحايد بنسميه برودكاست ادرس، تمام؟ عشان لو واحد عاوز يبعت للنتورك دي كلها كل الناس اللي موجوده في 172 16 انا عايز ابعت لهم المسج دي، المفروض ان هو هيكلم 172 16 255 255. الاي بي هات دي ريزيرفد. يعني ايه ريزيرفد يا باشمهندس؟ يعني محجوزه. محجوزه يعني ايه؟ يعني ما ينفعش البي سي ياخدها. دي الحاجات اللي انت بالفعل عارفها اللي هي 172 16 00 اللي هي نتورك اي دي. طيب ال 172 16 255 255 دي الدايركتد برودكاست. في هنا حاجات هتلخبط بقى. طيب امال مين النتورك ادرس ده؟ هو انا اول ما شفته والله انا جت على بالي دي، افتكرتها هي النتورك اي دي. لا، عارف النتورك ادرس دي يقصدوا بيها ايه؟ يقصدوا بيها الادرس اللي هو 0.0.0.0. احيانا الادرس ده بيتسمى الانسبيسيفايد، الغير محدد. الادرس ال 0.0.0.0 ده في الحقيقه هو ادرس ايه؟ هو ادرس برضه يمثل الشبكه كلها، بس عارف هو ما يمثلش شبكه معينه، ما يمثلش 172.16، ده يمثل الكوكب النتورك كله. دي هنا حلوه كوكب النتورك دي، صح؟ ده يمثل كل النتوركس اللي في الدنيا. بيستخدم لما احب اقول مثلا، لو حبيت تقول للراوتر لو عاوز تروح، شوف خد الكلمه البلدي اللي انا هقولها دي، لو عاوز تروح لاي حته اطلع من الانترفيس الفلاني. لو انت مثلا ليك انترفيس واحد هو اللي بيخرجك على الانترنت، فانت اي مكان في الدنيا عاوز تروحه بتروحه من خلال الانترفيس ده. حاجه كده، عارف الراوتر بتاع البيت؟ الراوتر بتاع البيت له انترفيس طالع على الانترنت وانترفيس طالع على البي سي بتاعك جوه البيت. انا عاوز اقول للراوتر ده يا راوتري لو عايز اروح اي مكان خرجني من خلال الانترفيس اللي احنا بنسميه الوان، الوايد اريا نتورك، انترفيس الوان. عارف لما احب اقول كلمه اي حته للراوتر بقولها له ازاي؟ اي حته دي بتتقال للراوتر 0.0.0.0. فالادرس ده محجوز، ما ينفعش تديه لايه؟ للبي سي. يبقى احنا كده تعرفنا على الهوست اي دي، تعرفنا على الدايركتد برودكاست ادرس، تعرفنا على النتورك ادرس. طيب في حاجه اسمها لوكال برودكاست ادرس، وده في الحقيقه هو برودكاست برضو، بس مش برودكاست خاص بنتورك معينه، ده برودكاست برضو خاص بكل حاجه.
طب خاص بكل حاجه يعني ايه؟ يعني 255 دوت 255 دوت 255 دوت 255. انت عاوز تبعت برودكاست بس انت مش عارف انت بتبعت برودكاست لمين. مش قصدك لكل الناس اللي في النتورك دي بس، كل الناس اللي في النتورك دي بس يبقى اسمه دايركتد، موجه. لكن البرودكاست اللي هتبعته لكل الناس، لكل الناس ده اسمه لوكال برودكاست ادرس. يعني ايه لوكال ولكل الناس؟ انت هتلخبطني ليه؟ مش لوكال دي معناها حاجه لوكال كده يعني مش هتطلع بعيد؟ ما هو في الحقيقه لوكال معناها لوكال، مش هتطلع بعيد. لكن تعال نقول مثلا بي سي لسه بيقوم، بي سي لسه فاتح، انت ما اخترتش اي بي ادرس ستاتيكالي، ما كتبتش اي بي ادرس بايدك للجهاز ده، قلت له اوتوماتيكالي في 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 الاب في في الاختيارات. لا هو حتى هنا جايب لنا حاجه جميله انا عايز اوريها لكم، شايف ده؟ انت اكيد عارف الكلام ده صح؟ على الجهاز بتاعك في البيت لو رحت على كارت اللان اللوكال اريا كونكشن وفتحت الاي بي فيرجن 4 هتلاقي يا اما تختار الاي بي ادرس اوتوماتيكالي يا اما انك تكتبه بايدك. طب انت عارف لما بتختار الاي بي ادرس اوتوماتيكالي كده جهازك لسه ما هواش عنده ادرس، بيبدا يبعت مسج يسال هو يا اخوانا هنا في حد عنده اي بي هات يديني اي بي. الراجل اللي بيوزع الاي بي هات ده اسمه الدي اتش سي بي سيرفر، الدايناميك هوست كنترول بروتوكول. ماشي. انا سؤالي بقى لما الراجل ده لما البي سي عاوز يبعت رساله يدور على بياع الاي بي هات الدي اتش سي بي، هيبعت الرساله دي هيكتب مين في الديستنيشن اي بي ادرس؟ مش هو كده كده لازم يكتب ديستنيشن اي بي ادرس؟ عارف هيكتب ايه في الديستنيشن اي بي ادرس يا باشمهندس؟ ما تقوليش هيكتب البرودكاست بتاع النتورك، ده هو اساسا ما يعرفش النتورك اللي هو هيبقى فيها. لا هيكتب ال 255 255 255 255 اللي هي بنسميها اللوكال برودكاست ادرس. احنا كده شفنا ده شفنا ده شفنا ده. مين بقى اللوكال لوب باك ادرس؟ ده اللي انا من شويه قلت لك انه محجوز ال 127، وده اسمه اللوب باك ادرس. رينج ال 127 اسمه رينج اللوب باك، والرينج ده معمول عشان التستات، محجوز عشان التستات. يعني ايه عشان التستات؟ يعني انا عايز حضرتك تعمل تجربه كده. الجهاز بتاعك في البيت افصل عنه كابل النتورك، ما تحطش عليه ادرس بايدك مانيوالي، وجرب تفتح الشاشه السوداء اللي هي الدوس وتكتب بينج 127.0.0.1. عارف هتلاقي ريبلاي. هو مين اللي بريبلاي على ايه ده؟ ده انا اصلا مش مواصل على النتورك خالص. عارف مين اللي بريبلاي عليك ده؟ اللي بيريبلاي عليك ده يا باشمهندس التي سي بي اي بي ستاك. عارف يعني التي سي بي اي بي ستاك؟ يعني اللي بيريبلاي عليك ده البروتوكول ذات نفسه اللي موجود على الاوبريتنج سيستم اللي انت بتستخدمه. امال امتى ما يجيليش ريبلاي؟ لو السيستم اللي انت بتستخدمه ما يعرفش تي سي بي اي بي، او يعرف بس فولتي، في مشكله كوربتد بايظ، او معمول له ديسيبل. تمام. لو اي حاجه من حاجات تي سي بي اي بي الستاك، المجموعه من البروتوكولات اللي بتشتغل مع التي سي بي اي بي، لو مقفوله، لو بايظه، لو مش موجوده اساسا على السيستم بتاعك، لما هتكتب بينج 127.0.0.1 مش هتلاقي ريبلاي. فده رينج محجوز للتستات. وفي طبعا ارقام تانية، يعني 127 حاجه 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 عشان تتست بيها حاجات مختلفه اكتر من كده، لكن هو ده في الحقيقه القيمه الاشهر اللي هي 127.0.0.1 بتست ايه؟ احفظوها لانها بتتسال، بتست التي سي بي اي بي ستاك كونفيجرد بروبرلي على المشين. طيب في رينج كمان اسمه الاوتو كونفيجريشن اي بي ادرس. هكتبه وانا عارف ان منكم ناس درست مايكروسوفت، اول ما هتشوفه هتقول ايه؟ الابيبه. صح، الابيبه، رينج الابيبه. مين عارف الابيبه؟ ابيبه اللي هي اوتوماتيك ابيبه، اوتوماتيك برايفت اي بي اساين. صح،
اوتوماتيك برايفت اي بي اساين. رجاله مايكروسوفت بقى يقولوا، لان انا مش شاطر قوي في مايكروسوفت يعني، اعرف الحمد لله بس ايه مش اكسبرت يعني. صح يا شباب، ابيبا يعني ايه اوتوماتيك برايفت اي بي اسايند، ده ايه فكرته؟ طيب مش انا من شويه قلت لك وانت بتكونفيجر جهاز الكمبيوتر بتاعك، جميل قوي الشاشه دي انا مبسوط منها بصراحه، مش انا قلت لك وانت بتكونفيجر الكمبيوتر بتاعك وانت بتختار الاي بي ادرس، يا هتقول له مانيوال وتبدا تكتب الاي بيهات اللي نفسك فيها هنا، يا هتقول له اوتوماتيك فيبدا يدور على الراجل بياع الاي بيهات اللي هو اسمه دي اتش سي بي سيرفر، لما يلاقيه يطلب منه يقول له معلش بعد اذنك اديني اي بي والحساب عندي ومفيش مشكله، ياخد منه الاي بي معين. طيب ايه اللي هيحصل لو انت قلت الكمبيوتر بتاعك اوتوماتيك قاعد يدور على بتاع الاي بيهات ما لقاش حد يديله اي بيهات؟ اللي بيحصل بقى يا باشمهندس ان الكمبيوتر يقوم يدي نفسه، يقوم يدي نفسه حاجه من الرينج الايه الاوتو كونفيجريشن اي بي ادرس، يدي نفسه حاجه من الرينج ده 169.254 دوت اي حاجه دوت اي حاجه، حاجه راندم كده ماشي. طب افرض صدف ان في اتنين كمبيوتر في نفس النتورك ادوا بعض نفس الاي بي ادرس، ما هو لما بيختار اي بي ادرس بيبدا كده يسنس هو في حد تاني في النتورك بيستخدم الاي بي ده ولا لا، يبعت مسج ارب او مسج شبيهه بالارب. شفتوا بقى الارب المره اللي فاتت عرفنا فايدته، بيربط الماك بالايه بالاي بي ادرس، يسال هو مين صاحب الاي بي ده، هو ده الاي بي اللي هو ناوي ياخده، لو لقى حد بيرد عليه بيقول له انا صاحب الاي بي ده يبقى في واحد تاني اخده، لو ما لقاش حد بيرد عليه يبقى الاي بي ده فاضي وهو يقدر يستعمله. مش عاد فاضل في الريست في الليست اللي معانا الريزيرفد غير حاجه بيسميها هوست اي دي، ودي الحقيقه انا احترت فيها يعني مش عارف هو يقصد بيها ايه، لكن يعني انا بخمن كده ولو حد فيكم عنده تفسير افضل يا ريت يقول لي عليه. انا بخمن انه عايز يقول لو دوت اي بي ادرس بتاع هوست، احنا اتفقنا لو صفرنا الجزء بتاع الهوست هيبقى اسمه نتورك اي دي، تخميني انا بقى الله اعلم انه قصده ايه بهوست اي دي، انك لو صفرت جزء النتورك 0.0.1.1 ده حاجه اسمها الهوست اي دي، وده اكيد بالمنظر ده ما ينفعش اي هوست ياخده، عشان كده هو ريزيرفد. انا حاولت الاقي اي تفسير اكثر منطقيه من اللي انا بقوله ده بس ما لقيتش في الحقيقه يعني. بس هي يبدو ان السلايدز دي محتاجه الى حد ما مراجعه يعني، النهارده قفشنا كده ايه الغلطه بتاعه 32 بت دي، ودي مش قادر اسميها غلطه بس انا مش قادر افهمها كويس بصراحه يعني، لو حد ايه يعرف لها تفسير احسن من كده يقول لي، يبقى جزاه الله خيرا. تعالوا بقى ندخل على حاجه جميله قوي، حاجه اسمها البرايفت اند بابليك اي بي ادرس. الكلام ده معناه ايه يا شباب؟ مش انا قلت لكم ان هم كان عندهم مشكله في الاي بي ادرسز انها كانت قليله وبدات تخلص وكده، فبداوا يفكروا في طريقه الى حد ما يحافظوا بيها شويه على الاي بي ادرسز. الطريقه دي كانت ايه؟ كانت بتقول انه لو واحد عنده يا عم 100 جهاز جوه الشركه بتاعته، وهو كل اللي هو عاوزه عايز الموظفين يكلموا بعض او يشوفوا السيرفر اللي موجود عنده جوه الشركه، ايه فايده ان انا ادي له اي بي هات يونيك فريده هو مش عاوز يطلع الانترنت؟ ليه احجز له اي بي هات من الرينج بتاع الانترنت؟ لا ده انا هعمل رينج معين كده هسميه البرايفت، الناس اللي عاوزه تتكلم مع بعض لوكالي لوكالي جوه نتورك خاصه مش عاوزين يخرجوا انترنت، هم كل اللي هم عاوزينه يتكلموا مع بعض لوكالي يقدروا يستخدموا الرينج البرايفت ده، لكن بعد اذنك لو حبوا يخرجوا انترنت مش هينفع يخرجوا برينج البرايفت ده، لازم تلاقي لهم حل، يا اما تديهم اي بي هات من الرينج البابليك، يا اما هنلاقي لهم حل قدام هنشوفه ان شاء الله اسمه نات نتورك ادرس ترانسليشن. كويس كويس، رينج البابليك ده الرينج اليونيك بقى الفريد اللي هو بيتباع، ما تعرفش تجيبه كده من بيتكو، لازم تروح تشتريه من السيرفيس بروفايدر، والسيرفيس بروفايدر اللي انت مشترك معاه لو انت في مصر اتصالات، لينك دوت نت، تي اي داتا، فودافون، نور، اورنج، حتى عندنا برضو في مصر. نسيت حد؟ انا حاسس ان انا نسيت حد. ها
لا ما نسيتش حاجه. طيب يبقى انت بتروح تشتري الاي بي ادرس البابليك ده من السيرفيس بروفايدر، والحقيقه السيرفيس بروفايدر كان واخده من حاجه اسمها الريجستري، الجهه اللي هي في الدوله اللي بتبيع الاي بي هات، والريجستري ده واخده من جهه ثانيه اكبر منها في القاره، والجهه اللي في القاره دي واخداه من الجهه الكبيره الام الايانا. اكيد بتسمعوا عن الايانا، الانترنت اسايند نمبرز اوثوريتي، الجهه اللي بتوزع اي بي هات الانترنت. طيب ده رينج البابليك وده رينج البرايفت. في الحقيقه اسهل بكتير قوي ان حضرتك تحفظ رينج البرايفت، وما عداه هيكون ايه؟ وما سواه هيكون بابليك. البرايفت اي اي بي بيبدا ب 10، اي حاجه بقى من زيروز الى 255. شفت 255 دي برضه جميله، هتشوفها ازاي؟ يعني قول سمعتها، سمعت 255 لكن اكيد ما شفتهاش. انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ طيب 172 16 الى 172 31، خد بالك من الرقم، يعني 172 15 ده اي بي ريل. البابليك ده احيانا بيتسمى ريل او ريل، يعني نعتبر النطق الدقيق ليها ايه، ريل. البابليك، البابليك له اسم تاني احيانا بيتسمى ريل، يا بابليك يا ريل. البرايفت احيانا بيتسمى فيرتشوال، لو سمعت فيرتشوال ادرس المقصود بيها ايه؟ برايفت ادرس. لو سمعت ريل ادرس المقصود بيها ايه؟ بابليك ادرس. 172 15 ده بابليك، ما هوش زي ال 10، مش كل ال 10 لا. لا 172 16 17 18 الى 172 31، دول الرينج الايه؟ البرايفت. وده الرينج ده، الرينج ده في كلاس بي، ورينج ال 10 ده في كلاس سي، وفي رينج من كلاس اسف رينج ال 10 ده من كلاس اي، وفي رينج في كلاس سي اللي هو 192 168 دوت اي حاجه. صح؟ طيب تسمحوا لي بقى اسال سؤال خبيث شويه. انا عندي كام شبكه في كلاس اي برايفت؟ كام؟ سامع السؤال؟ سامع السؤال؟ كام شبكه في كلاس اي برايفت؟ كام شبكة؟ ادي شبكة ومن 0 الى 255. طب انا احسب دول ولا ما احسبهمش؟ طب لو حسبت ال 0 و 255 دي، طب احسب ال 0 التاني ده مع ال 255؟ لا يا باشمهندس، ده كلاس A الخانة الأولى بس هي اللي شبكة، وأنا من 10 يبقى أنا عايز أعد الشبكات، عد الخانة الأولى بس، يبقى من 10 إلى إيه؟ من 10 إلى 10، من 10 إلى 10 أنا بتكلم ده إيه؟ ده شبكة واحدة. طب في كلاس B الرينج من كام لكام؟ من 172 16 إلى 172 31. اشمعنى أنا ببص بقى المرة دي على 2 أوكتتس؟ عشان أنا في كلاس B، الشبكة في كلاس B هي 2 أوكتت، يبقى أنا عندي كام شبكة؟ ها؟ مين عد؟ 16 شبكة. من 16 إلى 31 هم في الحقيقة 16 شبكة في كلاس B برايفت. طب انا عندي كام شبكه في كلاس C؟ من 192 168 الى 192 168، يعني شبكه واحده. لا يا جميل، كلاس C يعني 3 اوكتت نتورك، 3 اوكتت نتورك يعني كل ده كده شبكه. يعني انا عندي كشبكه من 0، ادي شبكه 1 2 3 4 لغايه 255، يعني انا عندي 256 شبكه في كلاس سي كلهم ايه؟ كلهم برايفت. اي اي بي هات بره الرينج اللي انا قلته دوت هتبقى اي بي هات ايه؟ بابليك او ريال. اي بي فيرجن 6 اهلا وسهلا. طيب رغم ان الوقت بيجري معاكم والله، بس انا هحاول برضو ان انا يعني اقول شويه صغيره كده ما اضيعش الوقت كله، او ما اسيبش الموضوع كله. بص السلايد دي مجمعه كل انواع الاي بي فيرجن 6، لكن كل نوع، كل نقطه من دول هيكون ليها سلايد لوحدها قدام. فايه رايكم نبص على السلايد دي ولا نبص على المفرد ولا المجمع؟ لا نبص على ده الاول وبعدين نبص على التفاصيل. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الاي بي فيرجن 6 يا اما يوني كاست يا اما مالتي كاست يا اما اني كاست،
هو انا مش عارف كنت قلت لكم ولا لا، جت سيره ولا لا، ان اي بي فيرجن 4 ثلاث انواع، اما يوني كاست. ايه رايكم اكتب بالطريقه الثانيه؟ بصوا يا شباب، كل ما تلاقوني نسيت فكروني. انا عارف ان مفيش طريقه تفكروني بيها، بس برضو فكروني يا عم. مفكرك ازاي؟ ماليش دعوه، فكروني. الله، انتوا مش هستعدوني يعني؟ هسيبوني كده؟ طيب مش مشكله، انا ساعد نفسي. الاي بي فيرجن 4 في الحقيقه هو ثلاث انواع، يا اما يوني كاست، يا مالتي كاست، يا برودكاست. اليوني كاست يعني 1 تو 1 اي بي، يمثل كوميونيكيشن بتوين 1 اند انذر 1، 1 تو 1. طيب المالتي كاست هو 1 تو ميني، واحد بيكلم مجموعه، تمام، 1 تو ميني، واحد هيكلم مجموعه، ده اسمه مالتي كاست. طيب البرودكاست واحد بيكلم الكل، مش مجموعه بس، بيكلم كل الناس، ماشي. هو يقصد ومتعمد ان المسج دي تروح لكل الناس. الحقيقه اي بي فيرجن 6 ما عندوش حاجه اسمها نو سبورت فور برودكاست ادريسز، ما فيش حاجه اسمها برودكاست، شالوه، لغوه، اخترعوا لنا حاجه جديده اسمها اني كاست. المالتي كاست فضل موجود، اليوني كاست فضل موجود. تعالوا بقى نتعرف على تفاصيل اليوني كاست، انواع من اليوني كاست ادرس، حاجه اسمها لينك لوكال، حاجه اسمها جلوبال يونيك لوكال، سبيشال بيربس يوني كاست، والمالتي كاست نتعرف عليه بشيء من التفصيل، والاني كاست نتعرف عليه بشيء من التفصيل. ده حاجه اسمها اللينك لوكال، عارف ده شبه ايه بالظبط في الاي بي فيرجن 4؟ لسه كنت بكلمك عنها من شويه، شبه الأبيبة. ده الرينج اللي اوتوماتيكالي الجهاز او الانترفيس، انترفيس على الراوتر او البي سي او اللابتوب، يعني مش لازم بي سي، يعني اي جهاز بيسبورت اي بي فيرجن 6، ده الاي بي اللي الجهاز هيديه لنفسه اوتوماتيكالي. اه يا باشمهندس، انت قلت لنا لو هو دور على دي اتش سي بي سيرفر وما لقاش دي اتش سي بي سيرفر، هيقوم مدي لنفسه اي بي اوتوماتيك. بص خليني اصلح الكلام، اي بي فيرجن 6 مش لو دور على دي اتش سي بي وما لقاش، لا، هو دايما في الحقيقه هيدي لنفسه اوتوماتيك اي بي ادرس اللي هو بيتسمى لينك لوكال، دايما هيدي لنفسه لينك لوكال، سواء كان الدي اتش سي بي موجود او سواء حتى ما فيش دي اتش سي بي، سواء حضرتك حاطط الاي بي بايدك مانوالي او سواء حضرتك قلت له اوتوماتيكالي عشان يدور على الدي اتش سي بي، هو دايما هيدي نفسه اي بي من رينج اللينك لوكال، سواء زي ما قلت لك انت عامله مانوال او عامله اوتوماتيك. هيستخدم الاي بي دوت في الكوميونيكيشن على اللينكايه، يعني خليني كده ارسم لك نتورك بسيطه كده وساذجه. دول تو راوترز، ورا من كل واحد فيهم سويتش. ممكن انت تكون حاطط اي بي ادرس فيرجن 6 بايدك على التو انترفيسز دول، وممكن يكون البي سيز هنا حاطه اي بي مانيوالي فيرجن 6 على البي سيز دي، مفيش مشكلة. لكن لو التو راوترز عايزين يكلموا بعض على اللينكاية دي، مش هيكلموا بعض بالاي بي اللي انت عامل له كونفجريشن، او في حاجات هتستخدم الاي بي اللي انت عامل له كونفجريشن، لكن موست بروبابلي ان هم هيستخدموا اللينك لوكال. الاي بي اللينك لوكال اللي اتحط اوتوماتيكالي على الانترفيس ده مش بيتذاع في اي حتة، ولا حتى تقدر تكلمه انت من بره، يعني انت ما تقدرش تيجي من على جهازك من هنا وتبنج الاي بي ده. ده اي بي لينك لوكال، لينك لوكال يعني على اللينكايه دي بس، يجوز انه يستخدم على اللينكايه دي بس، ما يجيلوش اي داتا من بره اللينكايه دي، ما ينفعش. دي فكره الايه؟ اللينك لوكال. طيب الاي بي بيدي البي سي بيدي نفسه ازاي اي بي لينك لوكال؟ الحقيقه في جزء من الاي بي ثابت دائما وابدا بيبدا باف اي 8 0، وبعدين بيكمل بقيه هو هنا الرقم الاسم هنا 64 بت 64 بت 64 بت للانترفيس اي دي و64 بت للنتورك اي دي، تمام.
الانترفيس اي دي ده اللي هو كنا بنسميه في اي بي فيرجن 4 الهوست. تمام. طيب الرينج بتاع اللينك لوكال هو الاف اي 8 0 سلاش 10. المقصود انه لازم عشان الاي بي يبقى اسمه لينك لوكال يبدا باف اي 8 0. مش مقصوده اف اي 8 0، المقصود القيم الباينري اللي ورا منها. بس الحقيقه انت لو حولت اف اي 8 0 هيتحوله في 16 بت، صح؟ لا، هو بيقول لك انا مش بغلس وبشترط عليك ان ال 16 بت يبقوا تماما زي دول، لا انا بشترط عليك بس اول 10 بت منهم يبقوا زي اول 10 بت في دول. اول 10 بت في دول هم كده المنظر اللي متحول قصادك ده، هو ده اللي بيشترطوا عليك عشان تعتبر الاي بي دوت لينك لوكال، واي حاجه ثانيه دونت كير. في المعتاد ان البيسيز بتدي نفسها اف اي 8 0 وتكمل الرينج لاخره لغايه ال 64 بت بصفار. ده رينج النتورك. يفضل الجزء بتاع الانترفيس اي دي. طيب يا باشمهندس، الجهاز هيدي لنفسه ازاي الانترفيس اي دي؟ هل هيختار رقم راندم كده عشوائي؟ اقول لحضرتك في الحقيقه مش هيختار رقم راندم عشوائي. في طريقه اسمها الاي يو اي 64 اكستندد يونيك ايدنتيفاير. اكستندد يونيك ايدنتيفاير دي طريقه البي سي او الانترفيس على الراوتر بيقدر يختار لنفسه القيمه بتاعه الانترفيس اي دي دي وتبقى يونيك، تبقى فريده ما تتكررش. عارف ازاي؟ هو البي سي يمتلك حاجه يونيك، يمتلك حاجه فريده. والله يمتلك حاجه فريده. عارف يمتلك ايه؟ يمتلك الماك ادرس. والله يصدق. ده واحد طيب اللي قال لنا والله يصدق، لكن في واحد خبيث قاعد ورا. يا باشمهندس الماك ادرس ده 48 بت وانت عاوز 64 بت، هتمشي ازاي حضرتك يعني؟ اقول لك لا والله يا باشمهندس معلش خليها عليك انت، هي هتمشي. هتمشي ازاي؟ ان انا هزود هانزرت داتا رقم ثابت، في الحقيقه هو عباره عن اف 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 اي، ادي 4 ديجيت هكسا، يعني بتكلم في 16 بت صحيح. والماك ادرس كان كام؟ 48 بت. تعرف تجمع كده على صوابعك يطلعوا لي كام؟ 64 بت. طيب هتنزرتهم في الاول ولا في الاخر؟ الحقيقه لا في الاول ولا في الاخر، هنزرتهم في النص. والله العظيم ببهرك. هتجيب الماك ادرس تقسمه نصين وتحط في النص اف 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 اي بالظبط. خلاص كده انت كونت ال 64 بت. يعني معلش ملحوظه دقيقه كده لو بتبغي الدقه، لو انت فاكر المره اللي فاتت وانا بكلمك عن الماك ادرس وفتحنا الويكيبيديا مع بعض، لو انت فاكر البت تايا اول 8 بت كان تاني بت من على اليمين، كان ليها فايده كده انها بتحدد الماك ادرس ده لوكال، يعني انت اللي عامله، ولا الماك ادرس ده يونيك بمعنى انك شاريه من الاو يو اي. طيب لو كنت شاريه كانت بتبقى زيرو، لو كنت انت اللي عامله كانت بتبقى 1. فالطبيعي ان الماك ادرس اللي احنا استخدمناه دوت تلاقي البتايه دي بايه؟ بزيرو. لا معلش انا هستاذنك تقلبها 1 لانك دلوقتي لعبت في حاجه انت مش من حقك تلعب فيها. فالماك ادرس اللي انت حطيته هنا ده ما عادش يونيك. هو يونيك كقيمه لكن مش بيستخدم كماك ادرس. معلش عشان نميز ونفرق انه بيستخدم دلوقتي باي يو من طرفك انت كادمنستريتور، لازم البت دي تقلبها من زيرو الى ايه؟ الى 1. طبعا الشاشه اتبهدلت مفيش مشكله، خليني اكتفي بهذا القدر النهارده. اتمنى ان اللينك لوكال يكون واضح ليكم. المره الجايه ان شاء الله هنكمل مع بقيه انواع الاي بي فيرجن 6، وهناخد فكره عن الاي سي ام بي، هناخد فكره عن الدي ان اس. اتمنى الحلقه تكون مفيده ليكم. شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.